السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم على قناة شروحات ورد الأرستانة، ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم أخبار مصر، حيث تم تداول آخر خبر في مصر، وهي بنت شريفة عفيفة وبنت بنوت زفت للعريس بالشرقية. أثبت الطب الشرعي شرفها بعد التشكيك أهل زوجها، حيث تزوجت اليوم الخميس وتم تطليقها يوم الجمعة. النجم السابق لمصر أبو تريكة، أبو تريكة يقول ويصارح قطر لعبت وهي خايفة، حيث قال إنه قطر خايفة وما ينفعش بطل يلعب وهو خايف، وكان متأكد من كل أقواله. حيث تم مؤخرا ظهور فيديو جديد للنجمة السابقة ريم بارود، وتقول وتتغزل في خطيبها السابق أحمد سعد، وتقول وتصارح لسه بحبه وبسمع أغانيه، كأنها تريد الرجوع إلى أحمد سعد. حيث تداولت أخبار مصر فيديو للنجم الكرة محمد صلاح، حيث تم رفع هذا الفيديو بأنه محمد صلاح يرفض مصافحة امرأة بعد مباراة مصر وبلجيكا، حيث كان اللاعب محمد صلاح في قمة التواضع والاحترام، لكن هناك بعض التعليقات السلبية من ناحية الجماهير.